الأستاذ الدكتور عمرو الليسي الإعلامي الكبير المتميز اللي بنتشرف جميعا بوجوده معانا في هذه المناسبة، رمز من رموز الإعلام في مصر، وهو من عائلة إعلامية عريقة. والحقيقة وجوده معانا على مدار الترم كله وتدريسه لطلبة كلية الإعلام شيء بنفتخر به جدا في جامعة عين شمس، وبيمثل القيمة الحقيقية للاتصال ما بين الجامعة والصناعة. فلما الطلبة تسمع مباشرة من نجوم الإعلام وتعرف خبراتهم وتعرف دروس مستفادة حقيقية من إعلامي كبير متميز أثر الوجدان المصري والعربي عبر سنوات عديدة زي الدكتور عمرو الليسي، أعتقد هذه مكسب كبير جدا لطلبة قسم الإعلام في آداب عين شمس، ومكسب كبير جدا لجامعة عين شمس. فله مني كل التقدير والتحية والعرفان على الجهد اللي بذله معانا طول الترم من ناحية، وعلى طبعا يعني تبنيه لهذه الجائزة الرفيعة جدا في معناها من ناحية أخرى. أعتقد أن أنا الأوان لأن احنا يكون عندنا دكتور زان كلية للإعلام تابعة لجامعة عين شمس. وبالفعل مجلس الجامعة الحقيقة من حوالي أكثر من سنة واخد قرار بإنشاء كلية للإعلام، لجنة قطاع الإعلام طلبت إنشاء مبنى مستقل لهذه الكلية. ما ينفعش تاخد جزء من كلية الآداب ونعملها كلية إعلام، على أنه نجهز مبنى كلية الحاسبات الحالي اللي موجود في حرم الجامعة ليكون بإذن الله هو المبنى المستقل لكلية الإعلام جامعة عين شمس. كما حضر الاحتفالية الدكتور علي عبد العزيز نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وأثنى على الدور الذي قدمه الدكتور عمرو الليثي في إعداد كوادر إعلامية متميزة على الساحة الإعلامية بمصر. النهاردة رائعة أخرى، وهي تكريم الأوائل من إعلامي فاضل. أثناء الحوار اللي تم بيننا تحت وإحنا موجودين تحت، لقيت الأقوى والأهم من الجائزة اللي بيقدمها الأستاذ عمرو الليثي هو إيمانه بخريجي طلبة قسم الإعلام كلية الآداب، مع أن ده قسم مش كلية إعلام، وهي كلية في الحقيقة. اهتمامه ومدى حديثه عن الكفاءات والإمكانات، وأنا في رأيي أن هذه أقوى وأقوى بكثير من قيمة الجائزة. وكنوع من أنواع التقدير والشكر، عرض الطلاب فيلما قصيرا عن الدكتور عمرو الليثي وما قدمه لهم من مساندة علمية إعلامية، حيث عبروا عن امتنانهم لهذا التكريم. عمرو الليثي واحد من أبرز الأسماء الموجودة على الساحة الإعلامية، ذو صوت رخيم تألفه الآذان سريعا وتفسح له المجال للمرور إلى القلب، صاحب ملامح مصرية بسيطة تشعر مشاهديه بأنه منهم، أحلامه كأحلامهم وتشغله نفس همومهم. اتخذ من هموم ومشاكل المواطن المصري خطا مميزا لبرامجه، ليدلل بذلك على أن الإعلامي صاحب رسالة ومرآة عاكسة لقضايا مجتمعه. ولعل برنامجه واحد من الناس نموذجاً لدور الإعلام الفاعل في إصلاح المجتمع وتنميته. دعم الليثي حبه للإعلام بالدراسة الأكاديمية وصولاً إلى حصوله على درجة الدكتوراه. انتدب للتدريس في عدة كليات مصرية، ومن بينها كلية الآداب جامعة عين شمس، لنقل خبراته العملية لطلاب قسم علوم الاتصال والإعلام. احنا كان حظنا حلو قوي ان دكتور عمرو درس لنا السنة دي، وهو ساعدنا ان احنا نتدرب على الحاجات العملية التطبيقات العملية اكتر من الجزء النظري. أثرى الليثي الجانب النظري للطلاب بتطبيقات عملية مثلت خطوة على طريق إعداد كوادر إعلامية مميزة. تقدم الليثي بمبادرة لدعم الطاقات الإبداعية لطلاب الفرقة الرابعة، وذلك من خلال تخصيص جائزة مالية للحاصلين على المراكز الأولى في مهرجان الإنتاج الإعلامي 16 لقسم الإعلام تلاقي الأجيال. كان الثمرة التي جناها قسم علوم الاتصال والإعلام من تواصل جيل مخضرم من كبار الإعلاميين مع كوادر شابة تستعد لتسلم راية الإعلام. أكيد فرحة كبيرة أن أول ناس تتكرم في قسم إعلام بمشاريع تخرج الجون إحنا، وإن شاء الله تبقى فتح خير على كل زمايلنا اللي في رابعة وثالثة اللي بعدينا،
وطبعا بعد الامر اللي دكتور عمرو اداه ان هو كل سنه هيكرم الاوائل ودكتور حسين عيسى، فده شيء يشرفنا ويخلينا ان احنا ندعم القسم في المستقبل بخبرتنا ان شاء الله لو اي حد احتاج مننا اي حاجه. لما يبقى في حاجه وجايزه وتكريم وحفله والكلام ده بيدي دفعه للطلبه ان هم بدل ما عايز اخلص وعايز انجح وخلاص واعمل اي حاجه عشان انجح بيها واخد الدرجه، لا بيعمل حاجه عشان الحاجه دي هتتشاف والناس هتعرفها والناس هتشوفها وهيبقى في حفله وفي تكريم، انا عايز اكون احسن حاجه، فيطلع حاجه ماده اقوى طبعا. انا بشكر دكتور عمرو الليثي جدا على وجوده معانا كمدرس او كفرد من اسرتنا اللي هي اعلام عين شمس. وبالنسبه لموضوع الجائزه فحابب اشكره عليها جدا، لان هي مش جائزة مالية ومش جائزة مادية خالص، هي حافز لكل الطلبة اللي طالعين وكل الخريجين اللي فاتوا ان هم يدركوا قيمة قسم اعلام جامعة عين شمس. بشكره لان دي جائزة بتدل على يعني عطفه علينا وحبه للاعلام، انه مش مجرد مهنة، لا بيساعدنا على ان احنا نبقى حاجة ولو حاجة صغيرة قوي منه. فطبعا احنا بنشكره جدا، ويعتبر دي يعني حاجه جديده على قسم الاعلام وهو بادر بيها، فطبعا شكرا لي. وفي نهايه اللقاء اهدى الدكتور حسين عيسى درع الجامعه للدكتور عمرو الليثي، كما اهدته الدكتوره سوزان القليني درع الكليه، تقديرا لجهوده البناءه في تقديم يد العون للطلاب. خطوه ايجابيه في اطار دعم طلبه الاعلام وإكسابهم المزيد من الخبرات العملية بغية صناعة جيل إعلامي مسؤول وواعي.